بنجدد التحية أعزائي المشاهدين، وعدنا ولكن عودة غير مألوفة. عدنا مع الجمال السوداني وملكة جمال السودان سهير الفاتح لعام 2020 والفنان الشعبي المصري علي هاشب. أهلا بيكم، اهلا بيك يا استاذ، منورين الاستوديو. منورك والله. نبتدي الأول بملكة جمال السودان، عايزة أعرف منك التجربة، تجربة حصولك على اللقب إزاي؟ هو كان في مهرجان أول في أفريقيا في عيون الفنان الدولي، شاركت في المهرجان ده، وشاركت في مهرجان كمان أفريقيا في الوجدان. أول مهرجان أشترك فيه كان 2019، شاركت بس ما كسبتش. واشتغلت في حاجات تانية بقى، مبادرات وكده. تاني جاء المهرجان الأخير اللي هو اشتغلت، يعني اشتغلت على نفسك؟ لا، بشتغل معهم في المبادرات، بشارك في المهرجانات، بشارك في اللبس الزي التقليدي وفي حاجات تانية وبشارك. فالمهرجان اللي كسبت فيه لقب ملكة جمال السودان مهرجان إفريقيا في عيون الفنان الدولي. معانا صور مبادرات على الهواء. يعني انت معايا ان الجمال مش هو الاساس في اختيار لقب ملكة الجمال، حاجات تانية بجانب الجمال، مش كده؟ اللون الطبيعي. اللون الطبيعي، من غير كريمات كده. وكمان انه تعرفي لغة الام، تتكلمي عربي وانجليزي وخلاص. طبعا كتير سألوني قبل ما اجي، اسألي هنا هو ليه وشها بيلمع. انا هرجع لك تاني اعرف ليه وشك بيلمع. ودلوقتي المطرب علي هاشم، ايه معايير الجمال عندك، او غنيت لي الجمال قبل كده؟ كتير غنيت لي جمال. طب سمعنا اغنيه بقى للجمال. يلا، القلب يعشق، معانا ملكة القلب يعشق الجمال. كل جميل. صوت. يلا عمو. نرجع تاني لملكة جمال السودان، عرفينا بقى، قالوا لي ليه وشها بيلمع على طول، ليه وشك بيلمع؟ بستخدم ماسكات بأنواع مختلفة ومية ورد بس. ماسكات زي ايه مثلا، طبيعية؟ ايه، طب قولي لنا وصفة كده على الهوا طبيعية بسرعة. اي ماسكة اروح الصيدلية اقول لي مثلا بشرتك جافة، بشرتي اصلا جافة، فبستخدم
يعني مش طبيعيه يعني، ولا هي يعني من الصيدليه ولا من البيت؟ من الصيدليه. اصل انا ممكن اعمل ماسك في البيت من من المطبخ. احيانا بعمل زبادي، بس زبادي بيبن. زبادي بالبن. اه انا اعرف زبادي بال في ناس بتعمل بالبيت كمان. زبادي بالبن. طيب انتوا لين انا بغني، هتسمعينا ايه؟ ممكن نغني اغاني وطنيه. اغاني وطنيه اتفضلي. دي على المايك. بأسف ولا من غير؟ بالايه؟ بالعزف. بالعزف، هو مش عارف الاغنيه اللي هتغنيها. ممكن اغني من غير. قولي هو يغني، يقول معاكي. اتفضلي. بلدنا نعلي شانا يا ناس، بلدنا نعلي شانا يا ناس، يا ناسي في الفجر يا طالع، في الفجر يا طالع، في الفجر يا طالع، بيصنع في المصانع ريف صنع بلدنا، صوت المكنة طالع يا ناس، يا ناسي في الفجر يا طالع، في الفجر يا طالع، في الفجر يا طالع، بيصنع في المصانع ريف صنع بلدنا، صوت المكنة طالع يا ناس، يا ناسي بلدنا نعلي شانا يا ناس، سوداننا نادانا. الله ينور. الله. هنتكلم بقى في المبادرات اللي قمت بيها بما انك ملكة جمال السودان، لكن بعد ما نسمع من الفنان علي هاشم مصر حلوت يا فنانة. اكيد طبعا. عايزة اغنية لمصر بعد ما حلوت. قول لنا هند المبول. واغلى اسم في الوجود يا مصر، يا اسم مخلوق للخلود يا مصر، نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر، تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان، وانت اغلى وطن وانت اعلى مكان، تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان، وانت اغلى وطن وانت اعلى مكان، ومهما كان انت مصر وكل خطوه مصر، نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر. ملكة جمال السودان، عايزه اعرف المبادرات. طبعا لقب ملكة جمال ده يعني بيحملك مسؤوليه غير عاديه، فعايزه اعرف المبادرات اللي قمتي بيها بما يتناسب مع اللقب اللي منحتي. هو انا اصلا قبل ما اخد لقب ملكة الجمال بحب اتكلم في المدرسه، اول ما فيش معلم مثلا في الفصل اروح الفصل الثاني الاقي ما فيش معلم، بتكلم معهم في بعض الحاجات. وبالنسبه للمبادرات، اشتغلت مبادرات برضو قبل ما اخد لقب ملكة الجمال، يعني بحب اشارك في كل حاجه، الشيء اللي انا عارفاه فبحاول اقول لهم واخد منهم كمان. طيب لو قلت لك وجهي كلمه لمصر، تقولي ايه لمصر؟ انت دلوقتي مقيمه في مصر مش كده؟ ليا 8 سنين. طيب وجهي كلمه لمصر، تقولي ايه؟ تقولي لها ايه؟ وطنك التاني. بلدي التاني. انا طبعا يعني عشت اغلبيه شبابي هنا. لما جيت من صغيره يعني. طب انت عشتي شبابك هنا، يبقى انت هتوجهي كلام مش كلمه لمصر المفروض يعني. وجهي كلام بقى لمصر. طيب
مطرب من علي هاشم. انا قدامي بالظبط 3 دقايق او دقيقتين بيقول لي المطرب. حلوين على قدنا. دقيقتين ماشي. عايزه بقى اغنيه شعبيه. انت بقى مطرب الشعبيات؟ شعبيه؟ يلا. يلا. عينيا. ما بلاش اللون ده معانا، راح تتعب قوي ويانا، ولا احنا عشان بنحبك تشتري وتباع في هوانا. ما بلاش اللون ده معانا معانا معانا، بلاش ده معانا. ما بلاش اللون ده معانا، راح تتعب قوي ويانا، ولا احنا عشان بنحبك تشتري وتباع في هوانا. ما بلاش اللون ده معانا معانا معانا، بلاش ده معانا. هتلون لي ويانا، بطل حركاتك دي. امبارح كنت معانا سكر بحلاوة طحينية. هتلون لي وهيانا، بطل حركاتك دي. امبارح كنت معانا سكر بحلاوة طحينية. جرى ايه منين اخينا؟ تعدي ولا بتجينا؟ تعدي ولا بتسل؟ بكرة لقطك يا طينا. تعدي ولا بتسلم؟ لقطك يا طينا. ولا احنا عشان مش قد نشتري وتباع في هوانا. ما بلاش اللون ده معانا معانا معانا، بلاش ده معانا. كله على كله لما تشوفه قول له، كله على كله لما تشوفه قول له. فاكرنا ايه مش مالينا عينيه؟ هو فاكرنا ايه مش مالينا عينيه؟ روح قول له حصل ايه، ده احنا بتعطل. الله. تحية خاصة من البرنامج لعمنا الأستاذ أحمد عدوية. فرحتونا وأنستونا. بشكركم. بشكرك يا أستاذ علي. بشكرك يا ملكة جمال السودان سهير الفاتح. شرفتينا النهاردة وكان وقت كله سعادة. بشكركم أعزائي المشاهدين، سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. دمتم لنا. تحياتي.